بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 15 بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فيما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم 3 من شهر رجب الحرام 44,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومجلس اليوم بعون الله تعالى نتم فيه الحديث الأخير من باب ما عنونه المصنف بقوله في المذي وغيره، وهو حديث الفطرة الذي ذكره الحافظ عبد الغني من رواية الشيخين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبه يتم هذا الباب سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف هذا الحديث الذي سمعت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرجه الشيخان بهذا اللفظ: الفطرة خمس، وذكر فيها الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. والحديث في صحيح الإمام مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة. ذكر الخمس هذه وزاد فوقها خمسا، وتمام الرواية في صحيح مسلم: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا ابن أبي زائدة في السند: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستجمار. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وثبت أيضا في البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، فاقتصر على 3. وعند مسلم ما سمعتم من ذكر الخصال العشرة المذكورة في الحديث. وقد اختلفت الرواة في عد خصال الفطرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ المرفوع منها في العدد 15 خصلة من مجموع الروايات التي روت حديث خصال الفطرة. فإذا كان المجموع قد بلغ 15 خصلة من خصال الفطرة، فما تأويل رواية هذا الحديث في بابنا بأنها خمس، وفي بعض ألفاظ الصحيح عند البخاري 3؟ اختلف أهل العلم في الإجابة عن اختلاف العدد بمجموعه مع ذكر أقل منه في بعض الروايات ب3 و5. فقيل من الأجوبة على ذلك: ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة، فإذا قال 3 ليس يعني نفي ما ورائها، وإذا قال 5 فلا يعني نفي الباقيات، ف3 ووراءها خصال أخرى، و5 ويوجد سواها، و10 وقد تجد غيرها. فإذا مفهوم العدد ليس بحجة، ومما احتجوا به مثل هذا الحديث برواياته المتعددة. وقيل من الإجابات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولاً ب3 من الخصال أو ب5، ثم أتاه الوحي في ازدياد فأعلم بمزيد من خصال الفطرة كلما بلغه ذلك بالوحي.
وقيل من الأجوبة أيضا أن الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فكان عليه الصلاة والسلام يذكر في كل مقام والموضع اللائق بالمخاطبين وما يناسبهم. وقيل أيضا من الإجابات أنه أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر هذه الخمس دون غيرها، فهي وجوه ذكرها العلماء في الإجابة عن هذا السؤال، كيف يقال خمس من الفطرة وأجد في رواية ثلاث وفي رواية عشر، فهل هذا تعارض أو تناقض؟ وقد سمعت كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به، فأحدها فطرة الخلق، فطره أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجب لهم على فعلها، وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، والفطرة زكاة الفطر. كم معنى ذكرها نقلا عن أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز؟ أربعة. قال: الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. الآن مناط فهمك لهذا الحديث أن تعرف ما المقصود بالفطرة، لأن الأمور المذكورة ليست من باب واحد متفاوتة، فيها قص الشارب، وفيها نتف الإبط وحلق العانة، وفيها الوضوء، وفيها الاستنجاء، وفيها إعفاء اللحية، وأمور متعددة. فأن تفهم ما المقصود بالفطرة هو مناط فهمك لدلالة هذا الحديث. فهل الخصال المذكورة على الوجوب أو على الاستحباب؟ وهو الكلام الآتي في نهاية ما يريده الشارح رحمه الله. فابتدأ بهذا الأصل: ما المقصود بالفطرة؟ فنقل لك عن القزاز أن الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه، وذكر أربعة. إذن هذا الإيراد لمعنى الفطرة لغوي أو شرعي؟ لغوي، يقول في كلام العرب، فالأصل أنه يتكلم عن معنى الفطرة في استعمال اللغة. قال: أحدها فطر الله الخلق فطرة، يعني أنشأه. إذن الفطرة بمعنى الخلق والإنشاء، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقها، هذا المعنى الأول. والفطرة هذا المعنى الثاني، الجبلة، الطبيعة البشرية التي خلق الله الناس عليها وجب لهم على فعلها، وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. فمما فسر به هذا الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. قال المصنف: قال قوم من أهل اللغة، يعني في تفسير قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم، واستدلوا بتمام الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فذكر الفطرة في مقابل الخلق. فإذا هذا المعنى الثاني، أن الفطرة الجبلة. المعنى الثالث، قيل معنى قوله على الفطرة، يعني كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإقرار بالله الذي كان قد أقر به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام، وهو يشير إلى الأحاديث النبوية المتعددة المتكاثرة أن الله لما خلق آدم عليه السلام أخرج من ظهره جميع ذريته واستنطقهم واستشهدهم: ألست بربكم؟ وهو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأراد أن الفطرة هي الإقرار،
الذي أقرت به الخليقة لله عز وجل لما أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام. المعنى الرابع: الفطرة زكاة الفطر. قال الصنعاني رحمه الله: هذا رابع المعاني للفطرة، إلا أنه لا يخفى أن الأظهر أنه معنى شرعي. يعني تفسير الفطرة بزكاة الفطر ليس معنى لغويا. قال: لم يوجد إلا بعد فرض زكاة الفطر، فليس بلغوي كما قال، فإن العرب لم تكن تعرف ذلك، فلا يحسن عده من معاني الفطرة لغة. ثم أورد الصنعاني فائدة فقال: نعم، في القاموس، يعني في كتاب القاموس للفيروز أبادي، قال: نعم في القاموس قال: والفطرة صدقة الفطر، انتهى، فعدها من المعاني اللغوية، ولكنه قد عرف خلطه للعرفية باللغوية، وما أظن هذا إلا من ذلك، وقد نبه العلماء على كثير من هذا وقع له، كما وقع له خلط الحقائق بالمجازات. هذه فائدة بالنسبة لاستعمال القاموس المحيط لفيروز أبادي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. إذن أي المعاني؟ الثاني، أن الفطرة هي الجبلة، الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها، وجبل الطبع على فعله، وكراهة أن يكون في جسده مما هو ليس من زينته. فلهذا أمرنا بقص الأظفار وبقص الشوارب وبإعفاء اللحى ونتف الإبط وحلق العانة والختان وبالوضوء والاستنجاء. هذه خصال فطرية، بمعنى أن تكون يا ابن آدم سويا في الخلقة التي خلق الله البشر عليها، فلا ينبغي أن تطول أظافرك أو تحلق لحيتك أو تطول الشوارب أو يترك الشعر الذي لا ينبغي أن يترك بلا معالجة ولا حلق وإزالة، كشعر الإبط والعانة كما سيأتيك الآن. فإذا هذه طبيعة خلق الله البشر عليها، فلو نظرت إلى غير البشر لوجدته مخالفا. إذا هذه فطرة بشرية. فالوحوش في الغابات تطور أظفارها، بل هي جزء من خلقتها التي تعيش عليها وتقتات بها على قانون الافتراس، فيحتاجون إلى الأظفار والأنياب والشعور التي تطول. تلك خلقة وحشية خلق الله بعض البهائم عليها. أما ابن آدم فلكرامته وارتفاع رتبته من بين سائر الخليقة كرم بهذه القضايا. فانظر كيف جاءت شريعة الإسلام بما يكمل ابن آدم في دنياه وأخراه، ليست عبادات فقط لتنتظر الثواب، بل حتى في دنياك أن تكون جميل الهيئة حسن المظهر ليس شيئا تفعله لنفسك ترجو به الرقي وحسن المنظر وسلامة الهيئة، لا، بل الشريعة توجهك إلى ذلك وتحثك عليه وتأخذ بك لأن تكون في هيئتك، في هيئتك وظاهرك، كما تريدك الشريعة أيضا في باطنك وعقيدتك، في كلها أن تكون طيبا مطيبا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة. هذا قول لغير ما ذكره المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز. قال غير القزاز: الفطرة السنة. فإذا تقول خمس من الفطرة، يعني خمس من السنة. إيش يعني؟ هل من السنة الاصطلاحية بمعنى ما يقابل الواجب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ الجواب لا. ليش لا؟ ليش ما نقول السنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ لأن هذا معنى فقهي اصطلاحي متأخر، الذي قرر فيه الفقهاء أن الواجب بمعنى كذا والسنة بمعنى كذا. ودائما تأتيك من التنبيهات أنه من الخلل أن تأتي إلى النص الشرعي فتفسره باصطلاح علمي حادث متأخر جاء بعد ذلك، فتقول إذا وجدت في الحديث أن تقول مثلا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، تقول قصدوا من السنة، السنة يعني الندب والاستحباب. لا، ليس هذا المعنى. فلا تنزل الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية على الاصطلاح العلمي المتأخر الحادث، وهذا ينبغي التنبه له. طيب، لما قالوا الفطرة السنة
كان من دلائل ذلك أنه وقع التعبير بالسنة مقام التعبير بالفطرة في حديث عائشة في بعض روايات الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أيضا في البخاري: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقريم الأظفار. قالوا إذن الفطرة يراد بها السنة، فاستدلوا بذلك ببعض ما جاء في روايات الحديث كحديث ابن عمر في البخاري، وكذلك أيضا في حديث عائشة عند أبي عوانة. ومما استدل به على أن معنى الفطرة السنة ليست السنة الاصطلاحية، قال النووي: أي أنها من سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم. فليست السنة الاصطلاحية، لا، هي سنة، يعني أمر بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل. قال: ويؤيده رواية البخاري عن ابن عمر: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. فإذا هذا معنى آخر، أن السنة يعني من سنن الأنبياء. قال ابن الصلاح: هذا المعنى من الفطرة بعيد عن معنى السنة، لكن لعله أراد حذف مضاف، أي سنة الفطرة. على كل حال، هذا تأويل آخر في الحديث. وقد أورد النووي تأييدا لتفسير الفطرة بالسنة حديث ابن عمر في البخاري: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد تبعه، يعني اتبع النووي، شيخنا ابن الملقن على هذا، قال: ولم أرى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري، بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة، وكذا من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظ السنة. قال: نعم، وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس. طيب، قبل أن ننتقل للفقرة الأخرى، لما صوب النووي رحمه الله تفسير الفطرة بأنها السنة، وحمله على معنى سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم، أورد أهل العلم هاهنا نقولا في تأييد هذا المعنى. فمن ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: هذه الخصال هي التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن. ولو وجدت في التفسير المأثوري لوجدت نقولا عن السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن هي خصال الفطرة. قال: فجعله الله إماما يقتدى به ويستن بسنته. قال: وهو أول من أمر بها من الأنبياء. وصحح سند الأثر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس، وقد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة. طيب، في فرق بين اللفظين، الفطرة خمس أو تقول خمس من الفطرة، في فرق؟ ما الفرق؟ الفطرة خمس يفيد الحصر، أن عدد خصال الفطرة خمس، وعليه فمن يقول بمفهوم العدد من مفاهيم المخالفة سينفي ما غير الخمسة. طيب، أما قوله من الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هذا تبعير، أن هذه الخمس هي بعض خصال الفطرة، وعندئذ لا يشكل عليها أن ترد غيرها في روايات أخرى أو نصوص سواها. نعم، واعلم. قال: واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس، وقد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة، وبين اللفظين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال: العالم في البلد زيد. خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، هكذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومثله في مسلم، بلفظ الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، بأو يعني، وبالتالي فهما لفظان يورد المصنف المقارنة بينهما. نعم، وبين اللفظتين. قال: وبين اللفظتين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال: العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا،
والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره. ومن المجاز الدين النصيحة، كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. نعم، وكما تقول أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليس نفيا لبقية أركان الحج لكنه حصر مجازي. والفرق بين الحصر الحقيقي والمجازي أن المجازي يراد به المبالغة في حصر المبتدأ في الخبر، تقول العالم زيد وأنت لا تنفي أن يكون سواه عالما، إنما تريد المبالغة في شأن زيد خاصة. وكذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فأنت حصرت الدين كله فيه. طيب، وأين ذهبت بأركان الإسلام وبقية أحكامه العظام؟ ليس إخراجا لها من الدين، إنما تريد المبالغة. فالحصر المجازي أو الإضافي يراد به المبالغة في الشأن وليس الحصر بمعناه الحقيقي. أما الحصر الحقيقي فأنت تريد أن تنفي ما سواه فتحصر المبتدأ في الخبر. نعم. قال رحمه الله: وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. إذن حتى لو أتيت إلى رواية الفطرة خمس وكان ظاهرها يشعر بالحصر، والأقرب في السياق أن يكون حصرا حقيقيا، فإني سأحمله على المجازي وأقول لا، ليس مجازيا بل هو من باب الدين النصيحة ومن باب الحج عرفة. ما الذي يحملك على أن تذهب بالحصر إلى معناه المجازي دون الحقيقي؟ الرواية الأخرى خمس من الفطرة، وأيضا الحديث الأخرى عشر من الفطرة، إذن هناك سواها، فلا شيء يحملك على أن تفسر الحصر هنا بمعناه الحقيقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك. وهي رواية عائشة رضي الله عنها التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم. إذن فقرينتان أو سببان يحملان على عدم حمل الحصر في قوله الفطرة خمس على عدم حمله على الحصر الحقيقي. الأول الرواية الأخرى خمس من الفطرة، والأمر الثاني الرواية الصحيحة الأخرى عشر من الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والختان ما ينتهي إليه. طيب، الآن بدأ يشرح كلمات الحديث لما انتهى من تفسير الفطرة، الآن سينطلق في شرح هذه الخصال المذكورة، الختان والاستحداد والعانة وقصها، إلى ما يتعلق بسائر مفردات الحديث في جمله. نعم. قال رحمه الله: والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. قطع ماذا؟ قال الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. قطع ماذا؟ نعم، قطع جزء مما خلق عليه ابن آدم من فرجه لتتحقق به كمال طهارته ونظافته كما سيشرح الآن. نعم. قال: الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها، ختنا بإسكان التاء. طيب، ختن يختن ويختن ختنا. طيب، وقال في الحديث الختان، ذكره من خصال الفطرة الختان. يطلق الختان على فعل الخاتن فإنه يسمى ختانا، وعلى موضع الختان فإنه يسمى ختانا. أما قال في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذن موضع الختان يسمى ختانا، وفعل الخاتن عندما يقطع الجزء الزائد يسمى ختانا. فالسؤال: أيهما هو المقصود في الحديث؟ القطع فعل الخاتن، هذا هو الذي من الفطرة، أما موضع الختان فليس هو المقصود.
إذن يطلق على الفعل وعلى موضع الخاتم، ومنه حديث عائشة، والأقرب تفسيره بالمصدر الذي هو فعل الخاتم قياساً على نظائره المذكورة في الحديث، قص الشارب، نتف الإبط، فهذا هو المقصود به. قال المصنف رحمه الله: الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. فبماذا فسره المصنف؟ بموضع الختان، والأقرب حتى يكون في سياق دلالات جمل الحديث الأخرى أن يكون المراد به المصدر الذي هو فعل الخاتم. قال: من الصبي والجارية، قصده ما دون البلوغ، وهذا على الأغلب، وإلا فقد يقع الختان بعد البلوغ، ويسمى الختان في اللغة أيضا وفي الفقه إعذارا. وقيل الختان يختص بالرجل، وختان المرأة يسمى خفضا. قال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا، والخفض مختص بالأنثى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاستحداد استفعال من الحديد، هو إزالة شعر العانة بالحديد، فأما إزالته بغير ذلك كالنتف والنورة فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث. طيب، هذه الخصلة الثانية من خصال الفطرة الاستحداد، وجاء تعبير عن ذلك في رواية النسائي ومثله في حديث عائشة وأنس عند مسلم: حلق العانة، وهو الاستحداد ذاته، فربما كان تصرفاً من الرواة في اللفظة. قال الحافظ ابن حجر: بعض الرواة تصرف في لفظة حلق العانة فأبدلها بالاستحداد. ويمكن أن تدعي العكس، أن يكون اللفظ الاستحداد فعدلها بعض الرواة إلى حلق العانة، وأيًا كان فهو المقصود به حلق العانة من خصال الفطرة، ويسمى بالاستحداد. قال: استفعال من الحديد، من استحد إذا طلب الحديد، والأصل في صيغة استفعل الطلب، والمراد بالحديد هنا الموسى التي تستخدم في إزالة الشعر بقرينة السياق. الاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد. قال النووي رحمه الله: العانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت أيضا حو حلقة الدبر. قال: فتحصل من هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. قال ابن العربي رحمه الله: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة، لأنه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط، وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع. هكذا قال ابن العربي، ولم يذكر للمنع مستندا. قال أبو شامة: يستحب إماطة الشعر عن الدبر، بل هو من باب أولى، خوف أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. قال ابن حجر رحمه الله: والذي استدل به قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. وجوب ماذا؟ حلق شعر الدبر، وإن كان لا يسمى عانة في اللغة. قال: ربما يتصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. قال: كمن لم يجد من الماء إلا قليل، وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله، وليس معه قدر زائد على الاستنجاء. وهذا كله في الوقت الذي كان الماء فيه يستعمل قليلا، وكان يكثر عندهم الاستجمار بالحجارة ونحوها، وأنت تعلم أنه لا يحصل بها من الإنقاء ما يحصل بالاستنجاء بالماء. فتأكد هذا المعنى في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: كأن الذي ذهب إلى حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس، بناء على ماذا؟ على أن لفظ العانة مختص بشعر القبل خاصة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما إزالته بغير ذلك، بغير ماذا؟ بغير الاستحداد، يعني بغير الحلق، كالنتف والنورة. النتف معروف، وأما النورة فمادة تستعمل يسقط بها الشعر. قال: فهو محصل للمقصود. لما قال كالنتف والنورة، هذا للتمثيل، ليدخل القص مثلا
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أخذ العانة بالمقراض، قال أرجو أن يجزئ. قيل له فالنتف؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟ يشير رحمه الله إلى أن العانة منطقة حساسة، ونتف الشعر فيها لا يتحمله كل أحد لما يصحبه من الألم والشدة. والحديث بأي الأمرين جاء؟ بالحلق في العانة وفي الإبط جاء بالنتف، فراعى في كل موضع الأنسب له والأليق. وسيأتيكم أيضا مزيد شرح للتفريق بين الأمرين. قال المصنف لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث. وما الذي دل عليه اللفظ؟ الاستحداد، يعني الحلق. ويبقى لو استعمل وسيلة أخرى غير الحلق كما قال الشارح فهو محصل للمقصود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقص الشارب مطلق ينطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك. ما الإحفاء؟ الحلق التام. الشارب، قص الشارب، قال يصدق على الإحفاء، يعني إزالة الشارب بالمرة، حلقه بالموسى. وعلى ما دون ذلك، ما دون ذلك تخفيفه، وما دون ذلك قص أطرافه، وما دون ذلك أخذ القليل منه وتركه وفيرا كثيرا. قال يصدق على الإحفاء وعلى ما دون ذلك. ومن هنا فإن العلماء على قولين: ما السنة في الشارب؟ حلقه وإنهاكه بالمرة أو تخفيفه؟ قولان يذكرهما الشارح رحمه الله. قال رحمه الله واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم. إزالة ما زاد على الشفة يعني تخفيف أو حلق بالمرة؟ تخفيف، إزالة ما زاد على قدر الشفة. نعم. وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم وأحف الشوارب. نعم، قال القرطبي قص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. نعم. قال وقوم يرون إنهاكها. هذا الأول، القول الأول استحباب إزالة ما زاد على الشفة دون الحلق التام، دون الإحفاء، يعني هو ما دون الإحفاء، التخفيف والقص وليس الحلق والإنهاك. وهذا البعض الذي أشار إليه المصنف والإمام مالك، فقد نقل ابن القيم عنه رحمه الله أنه قال إحفاء الشارب عندي مثلة، يعتبر هذا من المثلة المنهي عنها في الشريعة، والمثلة غير خلق الله، وأن إزالته بالحلق يعده الإمام مالك من تغيير خلق الله الممنوع عنه شرعا. طب فإذا قيل له ماذا نفعل بألفاظ الأحاديث أحفوا الشوارب، إنهكوا، أو في لفظ بهمزة القطع أنهكوا الشوارب، يقول الإنهاك والإحفاء المبالغة في أخذه وقصه بما زاد على الشفة لكنه لا يبلغ حد الحلق. هذا القول الأول. نعم. قال وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء ومنه إحفاء المسألة. وقد ورد في بعض الروايات أنهك الشوارب أو إنهك، إذا جعلت بهمزة وصل، وكلا اللفظين ضبط به نص الحديث. وعليه يدل قول عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا. وهذا الأثر علقه البخاري ووصله الأثرم. وروى ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى كنت أظنه ينتفه. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار مثله عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد. ووجه الدلالة أمران: الأول أنه لو كان هذا الصنيع مثلة تدخل في المنهي عنه لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما. والثاني وهو الأقرب في الاستدلال بمثل ابن عمر رضي الله عنهما ما علم عنه من شدة اتباعه للسنة وحرصه عليها، فأن يفعل هذا وإن كان لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر في وصفه
الذي نقل أدق الوصف في هيئته عليه الصلاة والسلام وأجزاء وجهه الشريف لم يذكر عنه ذلك، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما أقرب إلى اتباع المأثور وعدم الوقوع في المحذور أو المنهي عنه شرعا. قال الطحاوي رحمه الله: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما. قال الطحاوي وهو من تلامذة الربيع بن سليمان المرادي، أخص تلامذة الشافعي، قال: وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، هو ما رأى الشافعي ولا وجد شيئا منصوصا، لكن وجد طلابه وتلامذته الكبار يعملون بإحفاء الشوارب، قال: ولا أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه. ولذلك قال الأثرم أيضا: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا. إذن فهذان قولان، وأنت كما ترى لكل منهما مأخذ، فالإمام مالك رحمه الله يرى حلقه بالمرة مثلة ينهى عنها، وأن المقصود بقص الشارب أو الإحفاء أو الإنهاك هو قص ما زاد على الشفة ولا يبلغ حد الحلق بالمرة. والقول الآخر أنه يدخل في الإحفاء والإنهاك إزالته وحلقه بالمرة، وهذا كما سمعت مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويذكر عن الأئمة أحمد والشافعي رحم الله الجميع. ومن العلماء من ذهب إلى التخيير، قال الطبري: دلت السنة على الأمرين، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل، قال: وكلاهما ثابت فيتخير ما يشاء. قال الحافظ ابن حجر: يرجح قول الطبري أو يرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ورد في بعض الروايات أنهكوا الشوارب أو انهكوا الشوارب، والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال: خالف المجوس. نعم، هذه الرواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خالف المجوس. فإذا أحد مقاصد وحكم قص الشوارب وإحفائها ما هو؟ مخالفة المجوس، والأخرى النظافة وحسن المنظر والهيئة الذي يعود إلى المكلف نفسه. ولهذا قال: الأصل في قص الشوارب وجهان، يعني يريد أن يقول الحكمة أو المعنى الشرعي الذي جاء به التوجيه في هذا الحديث في قص الشوارب أمران. نعم. قال: والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال: خالف المجوس. والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام. وضر الطعام يعني وسخ الدسم واللبن وما يعلق بفم الآكل، فإذا كان الشارب متدلياً على طرف الشفة فإنه لا محالة يصيب الطعام والشراب، فإذا شرب شراباً لبناً ونحوه دخل فيه أثر ما يعلق، وأنت تعلم أن الشعر إذا اجتمع كان مظنة اجتماع الوسخ والقذر، خصوصاً أن شعر الشارب مما يلي الأنف، فربما أيضاً أصابه شيء من القذر، فينزه كل ذلك استجلاباً لصحة المكلف ووصولاً به إلى ما تطيب به دنياه وما يحصل به الأجر في أخراه. قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أنه قد نقل الحافظ في الفتح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهكون شواربهم بالحلق، ثم قال: إن كل ما نقل يحتمل أن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ويحتمل أن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها، نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. قال: وهو الذي يجمع متفرق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي وهو مقتضى تصرف البخاري رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، يقال:
قلم أظفاره تقليما، والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنيان. طيب، القلامة الجزء المقطوع من الظفر يسمى قلامة، والفعل تقليم، وهذا أيضا من خصال الفطرة، قطع ما طال عن اللحم منها، فضابط الجزء الذي يشرع قطعه من الظفر ما جاوز اللحم، فما زاد عليه وطال فإنه يقص، يقال قلم أو قلم تخفيفا وتشديدا. وربما فرق بعضهم أن التخفيف للظفر وأن التشديد للجمع إذا كان أكثر، قال والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقلامة ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظافر من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. أيضا الحكمة في مشروعية قص الأظفار أمران: الأول زينة وهيئة يحسن بها منظر ابن آدم، لأنه إطالة الظفر أشبه بهيئة الوحوش والمخلوقات التي جعلها الله عز وجل على تلك السجية، وابن آدم أجل من ذلك وأشرف وأجمل. والأمر الثاني أمر يتعلق بالطهارة الشرعية، ألسنا مأمورين بغسل اليدين والكفين في الوضوء والطهارة؟ والظفر إذا طال حجب الماء عما تحته مما يلي أوائل اللحم في رأس الأصبع، وهذا أيضا معنى شرعي، قال لتحصيل الطهارة على أكمل الوجوه، لأنه ربما اجتمع تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. طيب، والوسخ الذي يجتمع تحت الأظفار فيمنع وصول الماء إلى البشرة أيضا نوعان: نوع إذا كان طول الظفر لا يخرج عن العادة، ونوع إذا زاد الظفر عن المعتاد، وهو الذي يذكره الشارح هنا. قال: والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين: أحدهما ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. طيب، إذن الفرق يا إخوة أن الظفر إذا لم يخرج طوله عن العادة خروجا بينا، يعني طول يسير، قال فهذا الذي تحصل الطهارة بقصه على أكمل الوجوه ويعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، أما إذا زاد طول الظفر على المعتاد فالذي يتعلق بها من الأوساخ يكون مانعا من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. قال كأنه يشير إلى ما أخرج البيهقي في الشعب من حديث قيس بن أبي حازم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها، فسئل قال ما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. المقصود بالرفغ هنا ما يحصل من الوسخ الذي يجتمع، قال بين ظفره وأنملته، وأن ذلك كان سبباً فيما يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهم في صلاته. الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ووصله الطبراني من وجه آخر، وليس يعني ليس أيضاً بالصحيح، ففيه كلام للمحدثين. فهذا الذي أشار إليه المصنف ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن طول الظفر إذا زاد على المعتاد كانت الوساخة التي تحته مانعة من حصول الطهارة على الوجه التام. نعم، قبل أن ننتقل للخصلة التي تليها وهي الحديث عن نتف الإبط، فها هنا فوائد: أولها ما يتعلق بمسألة
قص الشوارب، ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم قص الشوارب، هل هو على الاستحباب أو الوجوب؟ ما ذكر الشارح رحمه الله فيه شيئا، لكنه ذكر الخلاف هل هو الإحفاء بالمرة أو تخفيفه ما دون ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام قال: لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو، احترازا عن وجوب قصه لمعارض أو لعارض، حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن العربي. قال الحافظ ابن حجر متعقبا لابن دقيق العيد: وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك، فإنه صرح بالوجوب في ذلك وفي إعفاء اللحية. وابن حزم رحمه الله أخذه ليس من حديث خصال الفطرة، بل من حديث أعفو الشوارب، أحفو الشوارب وأعفو اللحى، ليس لحديث الباب بل للأفضل الذي جاء بالأمر. أيضا من الفوائد المتعلقة بجمل الحديث التوقيت الذي دلت عليه النصوص الشرعية الأخرى في تعاهد المرء المكلف لشعره وأظفاره. الشعر الذي أمر بإزالته كحلق العانة أو شعر الإبط وتقليم الأظفار، أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. وهذا أصح ما في الباب، وأخرجه أصحاب السنن بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في المفهم في شرح مسلم قال: ذكر 40 تحديدا لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج. من الفوائد أيضا ما جاء في سؤالات مهنة للإمام أحمد رحمه الله قال: قلت له إذا أخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يدفنه. فقلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يلعب به سحرة بني آدم. والحديث ليس له أصل عن ثقة كما يذكر المحدثون. قال ابن حجر: الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال: واستحب أصحابنا دفنه لكونه جزءا من الآدمي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتف الإبط إزالة إبط بسكون الباء وبكسرها. قال الجواليقي رحمه الله قال: وبعض المحدثين يقول الإبط بكسرها، قال: والصواب سكونها. ثم قال: ولم يأتي في الكلام شيء على فعل إلا إبل وإطل وحبر، وهي صفرة الأسنان، وامرأة بلز يعني السمينة، وأتان إبد تلد كل عام. فحصروا فعل الثلاثي مكسور الفاء والعين في هذه الكلمات، قالوا: فالصواب في إبط سكون الباء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتف الإبط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه. والحديث جاء باللفظين نتف الإبط ونتف الآباط في صحيح البخاري روايتان، إحداهما بالإفراد والأخرى بالجمع. نعم، قال: ونتف الإبط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه سنة أو لا. نفس الكلام الذي قلناه في حلق العانة، لما يحصل به المقصود كالنتف والنورة والقص يحصل به المقصود، لكن الأولى ما جاء في السنة، والذي جاء في السنة في العانة ما هو؟ الحلق، وفي الإبط النتف. نعم، قال الغزالي رحمه الله في الإحياء قال: وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، شعر الإبط، قال: ذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فأما من تعود الحلق فيكفيه الحلق، إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وألا يجتمع الوسخ في خللها، وذلك يحصل بالحلق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط،
فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما مع جواز استعمال أمر آخر في كل منهما بما يحصل المقصود، لكن الأولى فيما يدل عليه الحديث فيما جاء في سياقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وهذا كلام واقعي كل إنسان يعلمه من نفسه. حلق الشعر يزيده كثافة وقوة وصلابة في جرمه وفي كثافة عدده، بخلاف النتف، فالنتف يضعفه ويضعف نباته مرة أخرى. فراعت الشريعة في الإبط النتف ليكون أقل حاجة إلى معالجة الإزالة مرة بعد مرة، ولأن مكان الإبط أيضا مما يحتمل ذلك فراعت الشريعة هذا. نعم. قال: وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. نعم، وهذا أيضا ما عليه العلماء، يعني حتى أنهم يذكرون حكاية عن الشافعي رحمه الله فيما ذكر يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من كبار طلابه رحمه الله، قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه وعنده المزين. من المزين؟ الحلاق. قال: وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي رحمه الله: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع، فعدل عن ذلك إلى الحلق، وهو الذي يعتاد كل إنسان بحسبه. فالأئمة رحمهم الله يذكرون ذلك، وكلام الشارح هنا في غاية التفصيل الذي قد لا تجده في مكان مثله، وهو يتحدث عن حكمة الشريعة في الإحالة إلى النتف في الإبط وإلى الحلق في العانة، رحمة الله على الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الختان. لما انتهى رحمه الله من شرح الخصال الخمسة وبيان معانيها وما يتعلق بها من الفوائد، انتقل إلى الكلام عن الحكم، هل هذه واجبة أو مستحبة، لكنه لم يتكلم إلا على مسألة الختان دون قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، ولم يتطرق لها رحمه الله، فتكلم عن الختان خاصة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الخمس كلها كالقاضي بن العربي رحمه الله، فقال: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وما ذكر في الحديث من الخصال كلها واجبة. قال: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ هكذا قال رحمه الله في القبس في شرح الموطأ، واستغربه الحافظ ابن حجر أنه لا يبلغ الأمر إلى إيجاب الخمس، وسيأتي مناقشة من جعل الختان واجبا قياسا على ما جاء في باقي الخصال. نعم، وقد اختلف العلماء. قال: وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه، هذا في الرجال. الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه وأحمد وبعض الحنفية قالوا بوجوب الختان، فهذا مذهب من ذكر المصنف رحمه الله، وممن قال بوجوبه أيضا بعض التابعين كعطاء، فإنه قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام عطاء رحمه الله ليس عليه إطباق السلف، فإنه نقل عن الحسن البصري رحمه الله في الشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وصلاته وحجه، فلا يلزم المسلم الكبير بالاختتان، قال الحافظ ابن عبد البر: وعامة أهل العلم على هذا. على إيش؟ على عدم إيجاب الاختتان على المسلم الذي يسلم شيخا كبيرا. قال: ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه. نعم.
قال: ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه، هذا في الرجال، وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. طيب، النساء طبعا الخلاف بين الوجوب والاستحباب في حق الرجال، أما النساء فليس بواجب بل مكرمة. السؤال: هل مكرمة هذا حكم شرعي؟ مصطلح إيش يقصدون به؟ يعني هو أقرب إلى الندب والاستحباب. مكرمة يعني لا يدل على حكم بخصوصه، بل يدل على إكرام النساء بذلك. وربما استختاروا لفظ مكرمة لأنه ورد في رواية أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء. لكن الحديث كما قال البيهقي: الحجاج بن أرطات لا يحتج به، وهو من رواة الحديث. فهذا الذي جعلهم يفرقون بين الرجال والنساء، هذا أولا. أما ثانيا فسيسوق المصنف في بقية كلامه نقاش من ذهب إلى استحباب الختان، وأنهم استدلوا بأمرين: أنه ذكر في لفظ من السنة، وأنه عطفا على قرائنه في الحديث فإنها مستحبة. وسيناقشه هل مناقشة المصنف للقائلين بالاستحباب واستدلالهم ترجيح منه للوجوب؟ لا يلزم، لكن قد يبدو هذا، لأنه ما تكلم عن أدلة القائلين بالوجوب ولا ناقشها، إنما ناقش أدلة القائلين بالاستحباب. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بجملة أمور، والمصنف رحمه الله ما تطرق لها ولم يقصد أن يشرع في خلاف العلماء في المسألة، لكنهم استدلوا بأمور، منها أن القلفة التي تقطع في الختان تحبس النجاسة، فالمولود الذكر يولد على ذكره ذلك الغطاء أو القلفة التي تقطع في الختان، فإنها لو تركت كحال غير المسلمين فإنها تجتمع فيها الأوساخ والنجاسة وبقايا البول أكرمكم الله، فبالتالي سيبقى ابن آدم ولو استنجى وغسل الخارج أو موضع خروج البول فإنه لا يأمن بقاء شيء من النجاسة تحت تلك الحشفة أو القلفة، فهذا موضع نجاسة وبقاؤه مؤثر في صحة صلاته وطهارته، فهو كالذي يمسك في جسده بقدر من النجاسة فيؤثر على صحة عبادته، وهذا قياس. والأمر الثاني استدلوا بحديث ما أخرج أبو داود عن جد عثيم بن كثير قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم فقال له: أبن عنك شعر الكفر واختتن. والحديث في إسناده في غاية الضعف، انقطاع بين قول ابن جريج أخبرت وعثيم بن كليب وأبوه وجده مجهولون عند أهل الحديث، فهذا مما استدلوا به، لكن الحديث ضعيف قال ابن المنذر لا يثبت منه شيء. ومما استدلوا به ذلك على وجوب الختان أنه جاز فيه كشف عورة المختون، والأصل في كشف العورة التحريم، فلو لم يكن الختان واجبا ما جاز استباحة المحظور، فاستدلوا بذلك على أنه واجب، لأنه لو لم يجب الختان لم يبح كشف العورة. تعقبه القاضي عياد فقال: كشف العورة يباح لمصلحة الجسم، والنظر إلى العورة مباح للمداواة، ولم هذا لم يجعل المداواة واجبة بل بقيت على أصل الإباحة. ومما استدلوا به أن الختان قطع عضو من البدن فيكون واجبا كقطع اليد في السرقة، فإنه لا يجوز قطع العضو المحرم أصله في الشريعة إلا لأمر واجب، فدل ذلك على وجوب الختان. قال الماوردي: والختان إدخال ألم على النفس، وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال: مصلحة أو عقوبة أو وجوب، وإذا انتفت المصلحة والعقوبة فبقي الوجوب، وتعقب لأنه بقى في الختان مصلحة فلا يتعين الوجوب. قال البيهقي مستدلا بأمر عد في أجود أدلة القائلين بالوجوب، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة، والله قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة، ومنها
الختان والابتلاء غالبا قال إنما يقع بما يكون واجبا. فهذه جملة أدلة القائلين بالوجوب، سيشرع المصنف رحمه الله في الاستدلال لمن قال بأن الختان سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجه. أي لفظ؟ قلنا الحديث، نعم، ثلاث من الفطرة، أو قال سنة قص الشارب وتقليم الأظفار، فجاء بلفظ السنة فعولوا عليه. نعم. ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين. في كونه أي كون الختان. في كونه غير واجب لوجهين: أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب. ومضى الجواب عن هذا، لا تخبرني بلفظ جاء في النص بأنه في مقابل الواجب فأنت عندئذ تفسر اللفظ الذي جاء في النص الشرعي بمصطلح علمي تأخر تقريره عند الفقهاء. نعم. والثاني أن قرائنه مستحبات. أي قرائن؟ الحديث، تقديم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. إن كانت مستحبات فينبغي أن يكون هذا مثلها مستحبا. هذه شو سمى؟ دلالة الاقتران، ما اقترن بالشيء جاوره في نص سياق واحد ونص واحد دل على أن الحكم فيها واحد. نعم. قال رحمه الله: والاعتراض على الأول. طيب، انتهى من ذكر الدليلين وسيرد على كل واحد منهما تفصيلا. قال: والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، أن السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، يعني السنة في اللغة هي الطريقة. نعم. ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت استمرار استعماله، إذن ثبت استعماله صح؟ والمنفي استمراره. هذه عبارة المصنف رحمه الله، فتعقبه الصنعاني فقال: استمرار استعماله كان الأولى حذف استمرار بإهامه أن وقع الاستعمال للسنة بمعنى مقابل الواجب لكنه لم يستمر، وهذا ليس المقصود. يقول كان الأولى أن يقول ولم يثبت استعماله، وسيكرر العبارة مرة أخرى. ثم قال الصنعاني رحمه الله: إلا أنه ربما أراد المصنف رحمه الله تعالى شيئا آخر، وهو على سبيل التنزل مع القائل بأنه اصطلاح ثبت استعماله. يقول: فلو افترضنا أنه ثبت فلم يستمر الاصطلاح هذا في عرف صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقول. إيش يقصد بالخلافيين؟ الخلافيون، الخلافيون، نعم، أرباب المناظرات في مقام الجدل والمناظرات التي كانت تعقد لها المجالس وتصنف لها الكتب، والتي أصبحت جزءاً أيضاً من نقاش الفقهاء والأصوليين في تقرير المسائل والاحتجاج والردود على الأدلة وطرق الاستدلال والترجيح لما يراه كل راجحاً. فغلب هذا المصطلح الخلافيين على أرباب العناية بطرق المناظرة وأساليب الاحتجاج والاعتراض والإجابة عنها، وغالباً ما كانت تعقد لها المجالس كما قلت لك في مسائل الفقه والأصول غالباً. نعم. والطريقة؟ قال: والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملاً قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع، والأصل عدم تغيره. نقول: إذا ثبت استعمال السنة بما يقابل الفرض في عدم الإلزام، فأنا أدعي، إذا وجدت الاستعمال اليوم في عصرنا فأنا أدعي أنه موروث عما سبقنا من العصور،
ما وجه هذه الدعوة؟ لأن الأصل عدم التغير، فإنه لو لم يكن موجودا لزم منه حصول تغير هذا المصطلح. قال والأصل عدم التغير، ماذا يريد أن يقول؟ يقول تدري ليش فسرت السنة في الحديث بأنه ما يقابل الواجب؟ لأننا نجد الفقهاء يتداولون هذا المعنى للسنة، وهم ورثوا هذا المعنى عمن سبقهم من علماء عصرهم، فإذا توارث هذا المصطلح يعني أنه استقر العمل به، ولو زعمت غير ذلك فإن هذا يعني تغير المصطلح والأصل عدم التغير. نعم. قال وهذا كلام طريف وتصرف غريب. هذا مدح أو ذم؟ يعني موافقة أو مخالفة؟ قال وهذا كلام طريف وتصرف غريب. نعم. قد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان، أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا. أي أنت يمكن أن تقول ما ثبت في الزمن الأول يصلح لأن أثبته في الزمن التالي وهو دليل الاستصحاب، لكن ترجع بالعكس تقول ما ثبت في هذا الزمن أستدل به على أنه كان موجودا في الزمن السابق، هذا عكس للدليل، ولهذا قال كلام طريف وتصرف غريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب، وإن لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير، والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. يعني أراد رحمه الله أن يعيد صياغة هذا الاستدلال بوجه يسلم من الإشكال، فلا تقل لأنني وجدته أي الاصطلاح مستعملا في هذا العصر فدل ذلك على ثبوته فيما سبق. قال صغه بالعكس، تقول أنا أدعي أنه كان موجودا هذا الاصطلاح السنة في مقابل الواجب، ودلالة ذلك أنه بقي موروثا، ولو طرأ عليه تغير لثبت التغير لكن الأصل عدمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا وإن كان طريفا كما ذكرناه إلا أنه طريق جدل لا جلد، والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق. طيب قال هذا طريق جدل لا جلد، طريق الجدل يقصد به رحمه الله تعالى قلت لك المجادلة والمناظرة التي كانت تقوم بين أرباب المذاهب انتصارا للمذهب وتقوية لحججه وردا على مخالفيه ونحو ذلك، كانت نوعا من التمكن العلمي الذي يبذل فيه أهل المذاهب ما يملكون من أدلة وحجج ينتصرون بها لأقوال المذهب، تارة تأخذ اتجاه التعصب المذهبي المبالغ فيه، وتارة تأخذ منحى التحقيق لإثبات أدلة المذهب وتقويته. وعلى كل حال يقول رحمه الله هذه الطريقة التي ساقها لك في عرض الدليل وانتقاده وتصويب صياغته، قال هذا طريق جدل لا طريق جلد. طيب طريق الجدل محمود أو مذموم؟ طريق الجدل إذا قصد به إظهار الحق وتقوية الدليل فهو محمود، لكن غلب لفظ الجدل في يعني في عرف الشريعة مثل قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هناك التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق، الاشتغال بما يعني أو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق يستعمل في مقابل ظهور الأدلة بوضوحها والانصراف عنها انتصارا لما عليه الإنسان من باب الإصرار على ما هو عليه، فالجدل محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم. قال هذا طريق جدل، والأصل في الجدل هي محاولة البحث عن مستمسك للحجة عند قائله ورد دليل مخالفه، هذا المنطلق الذي يقوم عليه مبدأ الجدل. قال لا طريق جلد، الجلد القوة، ويقصد أن الذي أبداه الخلافيون في طريقة صياغة الدليل طريقة جدلية لا تخلو من فساد شيء من المقدمات، ليست طريقة
فيها جلد، يعني فيها قوة تعتمد قوة الدليل. وطريقة الجدل كما قال الجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، المحجة الطريق، والمضيق طريق ضيق، فمن سلك طريقا ضيقا بين جدارين أو بين جبل وعلى حافة هاوية كيف يفعل؟ يحذر في وضع الخطوة بكل حذر، ولا ينتقل الخطوة التالية إلا بكل دقة وتأني مخافة أن ينزلق. يقول الجدلي في مقام التحقيق هو في غاية التدقيق الذي يخاف فيه، لأنه يسلك في طريق ضيق للغاية. ليش؟ لأنه لا يريد أن يترك لمجادله أو مخاصمه أو مخالفه ثغرة ينقض بها دليله أو يرد بها على مذهبه، فيسلك طريق العناية والتدقيق، وبالتالي فلا يصلح أن يسوق فيه كلاما ضعيفا هزيلا، وينبغي أن ينتبه إلى ما يساق. فهذه من الفوائد التي استطرد فيها الشارح رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به. هذه الطريقة يعني التي استعملها الخلافيون، إذا ظهر تغير الوضع الأول إلى وضع ثان، يعني اصطلح السنة هل هو كان على معنى ثم تغير، قال إذا ظهر لنا تغير الوضع وأما إذا استوى الأمران فلا بأس، كان هذا ردا على الدليل الأول لمن يقول إن الختان سنة وليس واجبا. ما الدليل؟ أن الفطرة فسرت بالسنة، وأنه أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث كما عند البخاري من رواية ابن عمر السنة قص الشارب وتقليم الأظفار ونحوها، فرد عليه بأنه تفسير بمصطلح حادث وسمعت الجواب. الدليل الثاني ما هو؟ دلالة الاقتران. نعم، قال: وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي. طيب، هذا كلام مهم يشيع عند طلبة العلم، قول أهل العلم والأصوليين خاصة دلالة الاقتران ضعيفة. هذا في الغالب وليس دائما. إيش يعني دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني لما تأتي فتقول مثلا الأكل من الزرع بعد حصاده واجب، والدليل أن الله قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ما وجه الاستدلال؟ قال وآتوا حقه يوم حصاده إخراج زكاة الزرع واجبة، وقد اقترن بها الأمر بالأكل منه كلوا من ثمره إذا أثمر، فكما أن إخراج الزكاة واجبة فالذي اقترن به سيكون مثله واجبا. هنا يقال دلالة الاقتران ضعيفة، مجرد العطف واقتران شيء بشيء في سياق النص لا يعدي حكم المعطوف على المعطوف عليه أو بالعكس. هذا معنى قولهم دلالة الاقتران ضعيفة. هذا الأصل، فرق رعاك الله بين دلالة الاقتران بين المفردات ودلالة الاقتران بين الجمل، ويضعف دلالة الاقتران بين الجمل لكن في المفردات أقوى. حديثنا عطف مفردات، اقتران مفردات أو اقتران جمل مفردات، فهنا يتقوى الاحتجاج بدلالة الاقتران، ليس دائما لكن أقول هو أقوى من اقتران الجمل. قد فهمت الجمل مثل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فعطف جملة على جملة لا يساعد على تسويتهما في الحكم، بخلاف المفردات فإنها أقرب. قال رحمه الله تعالى: وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف لكنه في هذا المكان قوي. ما وجه القوة؟ شيئان. الشيء الأول أنه اقتران مفردات وهي أقوى من اقتران الجمل، والشيء الثاني وهو الأهم كما سيشرحه لك الآن، أن المفردات لما قال قص الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد وحلق العانة، لما ذكر هذه الجمل جمعها في أصل واحد، ما هي؟ الفطرة. قال فطرة خمس ثم عددها، فاجتمعت في شيء إضافي غير مسألة العطف بالواو، أنه عدها أنواعا لجنس واحد، فهذا يقوي اشتراكها في الحكم. قال نعم، وأما الاستدلال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم، أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. وما الذي عرف؟ أي أن لا يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين. يعني مثلا لو سئلت: الفطرة وما يتعلق بها واجبة أو مستحبة؟ ما يصلح أن تقول تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فإذا قلت الفطرة واجبة كما يقول ابن العربي، فكل خصال الفطرة عنده واجب، الخمس كلها، سمعت كلامه. أو تقول كلها مستحبة، فإن فرقت فقلت بعضها واجب وبعضها مستحب، هذا يجعلك صراحة أو لزوما أن تقول بأن لفظ الفطرة وهو لفظ واحد يحمل على الوجوب تارة وعلى الاستحباب تارة، وهذا ضعيف في التحقيق في علم الأصول. قال رحمه الله: لو افترقت في الحكم لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، فهذا يقوي ماذا؟ يقوي دلالة الاقتران هنا في هذا الحديث، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه. نعم، فكما أن البول في الماء يفسده، فالاغتسال في الماء أيضا يفسده. جاء النهي عن الاغتسال فيه بعد التبول، قالوا: فلو اغتسل فيه من غير بول فإن مجرد الاغتسال في الماء يسلبه طهوريته، كما أن البول في الماء يسلبه والحديث ما تكلم عن هذا، حديث نهى عن البول وعن الاغتسال فيه بعد وقوع البول، أو لا يغتسل فيه من الماء وهو جنب. فمن استدل بدلالة الاقتران، قال: وهذا ضعيف. هنا ما وجه الضعف؟ أنها جمل مستقلة، مثل الآية الكريمة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، قال: حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه، والله أعلم. طيب، هذا في تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالى في الرد على من قال باستحباب الختان ولم يبين ما اختاره هو رحمه الله تعالى. وللفائدة لما قال: أما الاستدلال بالاقتران فضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي، ذكر الصنعاني رحمه الله فائدة لطيفة. قال: قسموا دلالة الاقتران ثلاثة أقسام: قوية في موطن، وضعيفة في موطن، ويتساوى الأمران في موطن. أما الأول القوي فحيث يجتمع القرينتين فما فوقهما أمر اشترك في إطلاقه، حيث يجمع القرينتين فما فوقهما أمر اشترك في إطلاقه واشترك في تفصيله. دلالة الاقتران بين أمرين إذا اجتمع في أمر اشترك في إطلاقه واشترك في تفصيله، قال: فتقوى دلالة الاقتران كحديث الباب خمس من الفطرة، فإنها اشتركت في لفظ الفطرة ثم فصلها. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته. فلا تجي تقول الغسل واجب والطيب والاستياك سنة. هنا تقوى دلالة الاقتران بأن توجب الجميع أو تستحب الجميع. والسبب دلالة الاقتران، فإذا قيل لك دلالة الاقتران ضعيفة ستقول لك: إنها في هذا الموطن قوي. ما وجه القوة؟ أن الأمور المقترنة الاغتسال والسواك ومس الطيب اشتركت في أمر مطلق عام وأمر تفصيلي. الأمر المطلق قال: حق على كل مسلم، والأمر التفصيلي أنها اختلفت أجناسها، هذا غسل وهذا طيب وهذا سواك. قال: فقد اشتركت الثلاثة في إطلاق الحق، ثم قال: حق. فإذا كان مستحبا في اثنين كان في الثالث مستحبا،
يعني أنا متفق معك على أن الاستياك مستحب والطيب مستحب، والغسل الذي اختلفنا فيه يصلح أن يكون هنا مستحبا بدلالة الاقتران. قال رحمه الله: وأما الثاني وهو ضعفها فإنه عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها كما أشار إليه الشارح ومثله كما يأتي. وأما الثالث وهو تساوي الأمرين فإنه حيث يكون العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق، فإنه حيث يكون العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق، يقول العطف ظاهر لكن قصد المتكلم التفريق، فيتعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا رجع إلى الترجيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث ومسائله المتعلقة به في كلام لطيف دقيق محرر، فعليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين. ولتتمة الفائدة، فإن لفظ حديث مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم في صدر المجلس: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، وفسر كما في قول وكيع بالاستجمار. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الخمسة الزائدة في الحديث أو الخصال الخمسة غير المذكورة في حديث الباب: إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستجمار. والخمسة أيضا عدت من الفطرة في حديث مسلم، والمقصود بغسل البراجم هي موضع عقد الأصابع في ظهرها، لأنها مظنة اجتماع الوسخ والأتربة وبقايا الطعام أو ما يستعمل الإنسان فيه يده في سائر اليوم، فربما اجتمعت في ثنايا البراجم وهو الجلد المجتمع في ظهر الأنمولة أو رأس الأنمولة من الخلف، فهذه أيضا من الفطرة، وتتحصل أو يتحصل غسلها بالوضوء المتكرر خمس مرات في اليوم إذا غسل المكلف يديه في الوضوء في ابتدائه وفي أثنائه. وذكر أيضا السواك ومر معكم في بابه، والاستنشاق أيضا والمضمضة مرت بكم في صفة الوضوء، وبقي من الخصال المذكورة هنا إعفاء اللحية فهي أيضا من خصال الفطرة. وفي مسألة إعفاء اللحية تحديدا، والعلماء فيها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، فأقوى أدلة القائل بالاستحباب حديث الباب أنه معدود في خصال الفطرة، وإذا قوي في خصال الفطرة في أفرادها حكم الاستحباب فإنه ينسحب على بقية الخصال المختلف فيها، وهذا يتحقق إذا وقع الاتفاق على سائر الخصال المذكورة في الحديث، بمعنى أنه كما قلنا في حديث حق على كل مسلم أن يغتسل ويستاك ويمس في يوم الجمعة، وقع الاتفاق على أن الطيب مستحب والسواك مستحب، فإذا وقع الاتفاق على خصلتين واختلفنا في الثالثة يمكن بدلالة الاقتران تنزيلها على ما اتفقنا عليه، لكن الواقع في دلالة حديث خصال الفطرة ليس كذلك، فالمضمضة والاستنشاق مثلا بين قائل بالوجوب كأحمد وداود فقهاء الحديث، وبين قائل بعدم الوجوب وهم بقية الفقهاء، وكذلك تقول في الاستجمار وهو انتقاص الماء كما فسر، والسواك فمنهم من قال بوجوبه عند الوضوء عملا بظاهر دلالة الحديث، وقل مثله في بقية الأمور. فلم يتحقق حتى نتف الإبط وحلق العانة والختان، وقد سمعت كلام ابن العربي في القول بوجوبه، فإذا ما يتحقق الاتفاق في باقي الخصال حتى تستعمل دلالة الاقتران، فضعفت هذه جدا، وهذا أقوى أدلة القائلين بالاستحباب. والقائلون بالوجوب قالوا دلالة الاقتران في الحديث لا تساعد، فماذا نفسر به الفطرة؟ نفسر الفطرة بما تقدم في كلام الشارح رحمه الله وما نقل عن بعض أهل العلم، وهو أن الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الخلق عليها، ولا مانع أن نقول بأصل الاستحباب في أدنى درجات مشروعية خصال الفطرة، ويمكن أن يتفق على هذا أن سائر أو كل ما ورد في خصال الفطرة فأصله على الاستحباب،
ولا يعارض هذا الاستحباب ورود أدلة أخرى تزيد على هذا القدر من المشروعية إلى درجة زائدة ولا تعارض، فيقال حديث الفطرة دل على الاستحباب، والأحاديث الأخرى الصريحة في الأمر بالوجوب، وصريحها 5 ألفاظ نقلها العلماء في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، منها أعفو وأرخو وغيرها من ووفروا، فالتوفير والإعفاء والإرخاء ألفاظ جمعت بين وصفين أحدهما الأمر المقتضي للوجوب عند العلماء كافة، والوصف الثاني أنها ألفاظ اشتركت في وصف الكثرة وليست مجرد النهي عن الأخذ منها، فالتوفير والإعفاء والإرخاء وغيرها من الألفاظ دلت على الوفرة واستيفاء شعر اللحية، معضداً بما ثبت من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر صحبه الكرام من هذا الوصف الكريم في إعفاء اللحى، فتأكد القول بالوجوب عند القائلين به. وعندما يقول العلماء إن الحكم في تحريم حلقها التحريم منع، وليس في ألفاظ الشريعة ما جاء بالنهي، ما قال لا تحلقوا، جاء الأمر بالوجوب، فقالوا هذا من توظيف أدلة الشريعة وقواعد الأصول، إن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فيدخل في الضد حلقها بالمرة أو قصها أو تقصيرها أو إنهاكها، ويبقى على الأصل في مطلق الإعفاء. لكنه لما ثبت أيضا عن بعض السلف مثل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا في أخذ ما زاد على القبضة وأخذ ما تناثر أو تهذيبها بما لا يبلغ القصة أو الحلقة، دل ذلك على مشروعيته عند القائل به. ويبقى في جمع دلالات النصوص الواردة في هذا الشأن الأمر بالإعفاء والإرخاء والوفرة والإيفاء بما يجمع ذلك الوصف الذي تمت الإشارة إليه. هذا لأجل أن تدرك رعاك الله أن مجرد القول بأن لفظ الفطرة دلالة على الوجوب أو على الاستحباب لا يستقيم بالطراد كما سمعت في كلام الشارح رحمه الله تعالى. ونختم بأن نقول جاء التعبير بالفطرة في الحديث أبلغ فيما أراه والله أعلم، أبلغ من صريح الأمر بالوجوب لو ورد، يعني كان يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام 5 واجبات على المسلم أو آمركم بـ5 كما جاء في غيرها من الأمور التي جاءت بها الشريعة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ7 ونهانا عن 7 لو أراد الأمر صريحا. لكني أرى أن التعبير في هذه الخصال بالفطرة أبلغ وآكد، وقد سمعت كلام ابن العربي رحمه الله لما استدل على الوجوب بأن هذه الخصال، يقول والذي عندي أن الخصال 5 المذكورة في الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ شيء جعلته الشريعة مرتبطا بوصف خلقتك التي خلق الله البشر عليها، فأي أمر يخالف هذا هو تنكب للفطرة، وتنكب الفطرة أبشع من الوقوع في مخالفة الأمر، لأنك ستبتعد عن شيء جعله الله أصلا في خلقة بني آدم. فإذا قيل إعفاء اللحية واجب وحلقها مثلى، فهو أشبه ما لو قلت ماذا لو تخيلت امرأة بلحية، إما بفعل مادة وعلاج تتصنع ذلك وتتكلفه، أو كان خللا في خلقتها خلقها الله عز وجل عليها فنبت لها شعر لحية، بقدر ما هو مقزز لك في التخيل والتصور فضلا عن أن تقع عليه عيناك، هو بقدر ما يمكن أن تقول عكس ذلك في شأن الرجل الذي كانت الفطرة بالنسبة له إعفاء اللحية. تدري لما لم يحصل هذا القدر من الاستبشاع في التصور؟ لإلفنا هذا وتعاقب الناس عليه، فأصبح شيئا يعني مألوفا. وهكذا كلما سلك البشر في مخالفة الفطرة مسلكا يبدو مرفوضا مستنكرا في أوائله، فإذا شاع وانتشر وفشى قلت النفرة منه إلى أن تتقرر في النفوس، ثم ستسلك باقي البشرية كأسراب القطا في انتكاس الفطر. ولا أدل على ذلك مما يعيش واقعنا المعاصر في قضايا خالفت فيها
البشرية المنحرفة شيئا من الفطرة، فوصلنا إلى شيء مقزز في الشذوذ الجنسي وفي كثير من القضايا التي نزعت فيها البشرية رداء الفطرة. والذي يحصل في بدايات تلك المسالك المنحرفة استبشاع من باقي البشرية لذلك المسلك المنحرف، ثم ماذا؟ يعم ويفشو وينتشر، ثم يزداد خطوة فتتابع فيه كثير من البشرية وتكبر دائرة الانحراف، ثم يصبح الاستنكار على المنادي بالبقاء على الفطرة، ويصبح الاستنكار أن هذا ما به، فتنقلب الموازين إذا انتكست الفطر. لتعلم رعاك الله أن الشريعة إذا دعت إلى شيء من مقررات الفطرة فإنما هي من المحكمات التي تريد الشريعة للبشرية أن تبقى راسخة على بشريتها في سوية واستقامة واتزان. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهدى والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.